هعمل ايه؟ الاول هنفتح العيش اوكي، وهنفتحه لايك اول ذا واي. اوه الله يا ولد. اوكي، وبعدين شويه ماء مغليه جدا جدا جدا، وهناخد تفاحيايه وهنعمل كده مثلا مثلا. اوكي، هنحط ده هنا كده وشوية ليمونات وبعدين بص هقول لك على حاجة، حط ده كمان واحد اتنين تلاتة نعمل كده نعمل كده وكده وكده، وبعدين ناخد فرشات تعالي ونحط لهم ليمون. ليه بقى؟ انا مش عايزها تسود قبل ايه ما نخلص شغلنا. اوكي طيب، جميل جمال. تعال لي كده جنبي، نقفل ده. بنسوي ده وبعدين بنضربه في الكبة اوكي عشان نعمله بيوريه. اللي هو في الاخر ده اوكي، اللي هو في الاخر ده اوكي. انا افضل ان اعمله بقشره. اولا الفيتامينز طبعا مفهوم، ثانيا القشر الاخضر ده لما بيتضرب في الكبه مع الحدوته بيديني لون في القصه اوكي. خلينا نعمل كده بعدين. اوكي عملت ده، هنعمل ايه بقى فيه؟ هنقوم واخدينه كده مسخنين الطاسه دي شويتين، وهنجيب شويه شو اسمه سكر 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 سنترفيش سكر سكر ما كان. اوكي هنعمل كده يلا. اسخن يا جميل ونبتدي نعمل كده. كفاية ونحط عليهم شوية كيمة، كريمة لباني طهي، شوية ملح نونة، شوية ليمونات، وإيه نعمل كده. استنى يا ابني،
وبعدين نقفل بقى هنا خلاص، وناخد شويه من دول كده اهو. الله، اوكي. هناخد بقى ايه؟ كبه كده، كبه كده، نعمل ده كده. جميل، ناخد بقى الشويتين الحلوين دول. وناخد ده. طبعا انا مش هستغلهم كلهم، ولكن هنعمل كده مثلا نشوف. خلاص خلاص، وناخد ايه دول بقى هنا كده. اوكي، نقفل. وريني. اوكي جميل. طب نعمل ايه بقى؟ خليه بقى هنا على جنب كده. طيب، مايونيز، ماسترد ديجون بالحب، و خس كابوتشا. هنعمل كده. اوكي، وهنا الماسترد. تمام، يلا نعمل ايه بقى؟ هناخد كده مثلا يا ولد. كده، وبعدين ناخد روست بيف كده كده كده. اوكي، وبعدين ناخد الخس خلاص. استنى عليا، بعدين ناخد دي.